أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقات هذا البرنامج الذي نستهله هذه الليلة. وأتمنى إن شاء الله أن أقدم من خلاله ما يحوز على رضاكم من تاريخ الآباء والأجداد، والتي تحض على فضائل الأعمال، سواء كان الكرم أو الطيب أو مراعاة حق الجار وما شابه ذلك من فضائل الأعمال. حلقة الليلة راح أتكلم عن قصة حدثت نصفها، يعني حدث في دمشق، والنصف الآخر حدث في منطقة الشمال من جزيرة العرب، وهي على شخص يدعى مرشد بن حمود التميمي راعي جفيفة. وجفيفة بلدة تقع في الجنوب الغربي من حايل، حوالي 90 أو 80 كيلومتر، وكان فيها عثمان راعي جفيفة الشهير اللي اشتهر بالكرم، واللي يقول مجيد على الربوض يقول عسل ياجى منها كالعين ضيان، تخطي جنابه والصواجع توطاه، وتشوح روحه بلعج اللم سلمان، وتذهب ولدها فوق دار الغفيلاه، ويمن سحابه سيل الدار عثمان بالذكر، ولا يا حسن ما خطرناه. فلما توفي يعني عثمان، كان عثمان رجال صخي، وكان رجال عنده توكل على الله سبحانه وتعالى. يذكرون لنا الشيبان انه كان عنده نخل ما هو كثير، فكان لما يجي وقت جداد النخل اللي هو الصرام، ياخذ التمر ويحطه في زاوية من غرفة عنده، ويضع يعني يحط عليه شيء يغطيه، يستره، اما شراع او بطانية او شيء، ويقعد ياخذ من تحت البطانية ويقدم للضيوف. هاك الوقت كان فقر، كان جوع، التمرة كانت تساوي هاك الوقت الشيء الكثير. يعني عندك مثل ما قال الشاعر يقول: شابت الحانة ما لحزن هوانا، وعزل من شابت الحاهم على ماش، وغداننا جاعوا، ودجت إنسانة نزبل ونزفي يافت الجود ببلاش، فقر القراية في نعاله، وطان اليا عاد ما من عيشت كيف نعتاش. يعني الأبيات هذه تصور لك حالة نجد وكيف كانت. فتروح السنة وهو ياخذ من تحت الغطاء ويعطي ضيوفه، تروح السنة ويجي جداد السنة اللي عقبه هو باقي مبو. لما توفي جاء اللي بعده، سوى مثل ما سوى لكن شهرين وانتهى التمر. وهذا دليل على انه مهما كان طيب الناس، النية تختلف نوعا ما، والإيمان قوة الإيمان وضعفه. فكان من الناس اللي صاروا من كبار جفيفة مرشد بن حمود هذا. لما أدهرت بعد قيام توحيد المملكة العربية السعودية، طلع هو من جفيفة وراح لسوريا واشتغل هناك عسكري. فكان مرشد مع مجموعة 5 عساكر، وبعد ما مر سنتين صار هو عريف، يعني جسمه كان جسم عسكري وقوي، حطوه عريف وتحته 5 عسكر كانت شغلتهم ذاك الوقت يدورون على دمشق زي الدوريات كذا، إذا أمسكوا مهرب أو شيء. فأمسكوا بشخص معه حملة، والحملة كانت فضة، ذاك الوقت كانوا يهربون تهريب ما بين الجزيرة العربية إلى الأردن أو سوريا. فلما امسكوه خلاص يعني معروف ان الفضة هذه راح تصادر. فلما مشوا بو شيء بسيط وتكلم مرشد، قال صاحب الحملة وهو مربوط، قال: ما انت منهم؟ قال: لا ما انا منهم، يعني ما انا من اصحاب البلد هذيس اللي هم الاخوان من سوريا. قال: انا من نجد، وانا تميمي ساكن حول حايل، لكن جيت بهذا دور الارزاق. يوم المثل يقول: الشام شامك اليا من الدهر ضامك، والهند هندك اليا قل ما عندك. قال: يا ابن الأجواد، يقولوا هذا اللي هم مقيد، قال: والله ان عيالي بالقصيم، واني ما اذكر اللي هم يملكونه غير هالي موجود بهالحملة، فلا تخلينا يا ابن الأجواد. حط باله مرشد، فكان يبي يحاول يتخلص من الخمسة اللي معه على اساس يقدر يساعد الرجال. أرسل واحد منهم لدمشق، قال: رح علمهم، قل حنا مسكنا كذا وكذا.
وأرسل ثاني المكان ثاني بصفة أنه هو الآمر والعريف. لما بقى عنده بس اثنين أخذ السلاح وهد عليهم وهو يطلق قيد اللي من نجد هذا وهو يقيدهم على أساس أنه ما يخبرون عنهم وهم يأخذون الحملة. الحملة كانت نوعا ما زي ما تقولون العربية هذا للجر مثلا أحيانا على خيل وأحيانا على بغال أو إبل وهم يهربون. كان مرشد بالحالة هذه يعتبر اللي سواه خيانة عظمى يعني بالنظام العسكري، هو عسكري فلو أنه يعني يلقي القبض عليه راح يقتل معروف، لكنه خاطر على أساس هالشخص اللي نخاف. يوم أنهم وصلوا الأردن قال مرشد أنا والله ما خبر بنجد إلا الفقر، أنا بسجل بالجيش بهذا بالأردن. قال اللي معه، واللي معه كان زيد العجاجي من كبار أصبح من كبار التجار بالقصيم منطقة القصيم. قال أنا بروح النجد. أيوه بمان الله بمان الله. يوم أنهم كمل مرشد بالأردن 40 سنة، شيب كان كالوقت شباب ولد على أوله شيب، وهو يجي تقاعد طبعا من العسكرية. قال أبي أرجع لدياري مثل ما أنتم عارفين. يقول يوم أني جيت لجفيفة لمر ميتة ما بأحد، وهله كلهم طالعين منه وصايرين بمدينة حايل. يقول يا مر يوم أني تضايقت جفيفة، يقول ما به رزق، لكن بما أنه ديرة أبوي وجدي فيكون له يعني مكانة خاصة يعني بالقلب. يقول جيت جماعتي اللي سكنوا حايل يا الربع نبي نرجع لجفيفة. قال وين نرجع؟ ذبحنا الفقر ذا، دبر لنا ماء دبر لنا شيء على أساس أننا نسكن هناك ما بهل الفقر. يقول لي مر معهم حق واجلس. يقول أفكر، يقول هو يطري علي زيد العجاجي اللي أطلقته قبل 40 سنة دمشق. يقول يا مربو سيارات يروح هكذا الوقت يسمى نركبة. الكلام هذا كان في حدود عام 1387 هجرية. يقول وأنا أرتسم مع لي ناس ركبة زي الإجار هاللون السيارة تروح للقصيم. يقول وأنا أجي القصيم يقول وينشد عنه. قال وي هذا صار زيد العجاجي هو أكبر تجار منطقة القصيم. يقول وأنا أنشد عنه لما جيت البيت. يقول يوم دخلت يقول سلمت عليه، يقول هو ما عرفن. يقول وأنا نفس الشيء لولا أني داري يعني قالوا لي أن هذا زيد ما كنت راح أعرفه، لأنه لما تقابلنا بسوريا كنا شباب أعمارنا بالعشرينات وحنا هالحين يقول شيبان الحانة بيض تغيرنا. يقول فجلست أنا وياه. يقول وأنا التفت له قلت زيد؟ قال نعم. يقول قلت ما تذكرن؟ يقول هو راعي لي. قال لا والله ما أذكرك. قال ما تذكر مرشد بن حمود التميمي اللي أطلقك؟ يقول يوم قلت له الشيء هذا يقول والله يوم سالت دموعه على طول. فقام يدعي عياله يا فلان يا فلان. يقول هو يدعيها يبي يثبت المرشد كيف أنه وفي. فيوم جو عياله 4 قال من هو الشخص اللي أنا حفظتك اسمه؟ قالوا مرشد بن حمود التميمي راعي جفيفة. قال والله أني ما توقعت أني أقابلك وحنا حيين يعني شايب عقب هالعمر، لكني وصيت العيال قلت إذا جاك أحد من عياله تروا هالخير هل ينتنبوه هذا كله من الله ثم مرشد احفظوا له المعروف هذا لا يضيع. يقول ونجلس عنده يقول يسوي لي عشاء. طبعا الشايب هذا يحسي علي أنا مباشرة. يقول ويجمع جماعة والقريبين ويعلمهم هذا مرشد اليطلقا واللي سولفت لكم عنه وكان أول يعني قايل لهم. يقول يوم قعدت عنده زي ما تقول يوم يومين قال آمر يعني وش حاجتك؟ قال أنا حاجتي هاللون وهاللون وجفيفة ماتت وأنا أبحية هالحين ديرة أبوي وجدي. يمر الحسن يعني الصدف أنه زيد العجاجي تخصصه بالتجارة مواد زراعية
يعني طقاقات ومكاين. يقول قال زين، وهو يعطيني يقول لك السيارة يفكها لي جديدة، لكن الوقت جنس. يقول قال شوف، لا جاء عقب أسبوع أنا راح يجي الحايل، وانت الحين شوف جماعتك اللي يبي يرجع لجفيفة بير ومكينة وطرمبة كلها على حسابي. يقول قلت زين وارجع، يقول ومر جماعتي وكل من قلت له قريب الا وين نلقاه، هذه فرصة مكينة وطرمبة وبير. يقول يوم جاء عقب أسبوع لهذا زيد، يوم جاء يقول معوى الطقاق ومعوى المعدات، يقول يقعد يحفر، يجلس يعني الحفار 12 يوم 15 يوم لين يطلع الماء، هم من يحط مكينة وطرمبة ويروح للمزرعة اللي بجنبه. يقولوا هي تعيش الجفيفة من الله ثم معروف سويته قبل 40 سنة بدمشق. لذلك كان جدي رحمة الله عليه يعني لا منه طرت عليه هالسالفة. يقول ما ضاع طيب صار بعيال الأجواد، وانضاع مع رب الملا ما يضيع مرشد، عطى طيبه لشغموم الأولاد، وعقب 40 انعاد وقته ربيعي يطيب له في ساعة الضيج، ميعاد تلقى ثمر زرعك لذيذ طبيعي. ما يضيع الطيب، ما يضيع، يمكن يضيع أحيانا عند الناس لكنه ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل يعني هذه من العبر، والاثنين واحد طاب والثاني رد المعروف، يعني يمكن له غير زيد العجاجي سنسي الشيء اللي سواه به هالشخص، لكن نحفظه ومن حرصه حفظ ولده الأسماء على أساس أنه قال أنا يوم من والله صارت لحيتي بيضة ما توقعت أني راح أشوفك خلاص، قلت أكيد أنه يمكن أموت وهو يموت ما شفنا بعض، لكنه حفظ الاسم لعياله، قال يمكن يجيكم أحد من عيال مرشد احفظوا له الشيء هذا، واحفظوا له أن الطيب اللي انتنبه والمال والثروة كلها من الله سبحانه وتعالى، ثم من مرشد ابن حمود التميمي اللي أطلق حملتي من يعني أيدي العسكر اللي كانوا هكا الوقت، ولا كان مصادرة وراجع فقير مثل ما جابت أمي. هذه قصة مرشد ابن حمود، هو يا زيد العجاجي من تجار القصيم. أتمنى أن تحوز على رضاكم، وأتمنى أن أكون قدمت لكم ما فيه فائدة وما فيه إحياء لمكارم الآباء والأجداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.